وفاته ابن شبل الدولة المرداسي الكلابي. في هذه السنة توفي الأمير معز الدولة محمد بن مرداس الكلابي، هو أحد الأمراء المرداسيين أصحاب حلب. تعرض حكمه لحملتين أرسلتا من مصر، الأولى قادها ابن ملهم ففر محمود من حلب ثم تمكن من استعادتها، والثانية قادها عمه ثمال بن صالح بن مرداس فتملك حلب وأخرج محمودا منها، ثم توفي فعاد محمود على رأس قوة وتمكن من استعادة حكم حلب. كان شجاعا فيه حزم، وكان يداري الفاطميين والعباسيين لموقع مدينته بينهما، وكانت مدة حكمه حوالي 10 سنوات.